السلام عليكم. النهاردة هعمل لكم درس عملي لطريقة عمل الصرف في القصيص. ده عبارة عن نص جيركن، أنا عامل فيه فتحة صرف اهيت، بس هعمل لكم كمان واحدة هنا عشان خاطر تبقوا انتوا عارفين الصرف بيبقى ازاي. بالطريقة دي كده هنخرم في القصيص لحد ما يوسع. نجيب مقص زي ده كده، قص كل بيت بالطريقة دي كده، نوسع ونشوف هيخش ولا مش هيخش. دخل، تمام. ادي كده عملنا فتحة الصرف. صعبة؟ طيب لو حبينا نحط مية ونشوف هل المية تنزل ولا لأ، أهو بالطريقة دي كده. هنبص بقى المية بدأت تنزل منين؟ من فتحة الصرف دي، فتحة الصرف التانية. طب احنا عايزين نحافظ على المية، نعمل ايه؟ خرطوم ده نجيبه كده ونقفل. في مية بتنزل؟ مفيش مية بتنزل، المية عندنا واقفة فوق. بعد ساعتين، ساعتين بالظبط من عملية الري، جايين وجايبين الصرف بالطريقة كده. ده المية بدأت ايه؟ تنزل، واللي فوق بدأت برضه تنزل. شايفين الطريقة بسيطة جدا. طبعا ايه، رويت وعايز اسيبها 3 ساعات من غير ما ايه، ما مية تنزل اهو بالطريقة دي كده. مفيش مية بتنزل هنا ولا هنا، صعبة. والخرطوم قافل اهو، الخرطوم ده خرطوم فلتر زي بتاع فلاتر المية، المتر ب5 جنيه، وده خرطوم من عند أي حد بتاع خردوات، المتر ب2 جنيه. هنحط خرطوم الصرف بتاع الفلتر واحد كده وواحد كده، يبقوا الاتنين دول موجودين مع بعض، ووصلهم ببعض بحتة خرطوم من بتوع الايه، الخردوات دي. يعني قفلت المية بتاعتي كده، المية خلصت عندي، رويت اهو، هنزل المية كده الطريقة دي كده. زي ما انتوا شايفين المية بتنزل. حسيت ان انا عايز اسيب ساعة ولا 2، بروح قافل كده، خلصت راي بروح فاتح الصرف. صعبة؟